بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا كريم. اليوم يا شباب إن شاء الله بعلمكم شيء جديد في برنامج جوجل ميت. نروح على تطبيقات جوجل ونختار منها جوجل ميت. هيظهر لنا شباب اللي هي إدخال رمز أو رابط أو اجتماع جديد. أدخل أنا على اجتماع جديد، بدء اجتماع فوري. طبعا هي ظهر لي واجهة جوجل ميت المعروفة اللي هي طبعا السماعة والكاميرا وكذا. طبعا الأول كان موجود اللي هي كان موجود الأول اللي هي تعتيم الشاشة. تعتيم الشاشة طبعا الجديد يا شباب في موضوع تعتيم الشاشة اللي هو وجود خلفيات جديدة. نضغط على الثلاث نقاط. وبعدين نختار منها تغيير الخلفية. هيظهر لنا عدة خلفيات، ممكن اختار الخلفية هذه جميلة. طبعا ده بيأثر قليلا على طبعا جودة الصورة أو جودة الاتصال أو كذا. هذه خلفية، هذه خلفية ثانية ممكن أحطها، هذه خلفية ثالثة ممكن أحطها، مطبخ أو خلفية زي كذا، ورد حديقة أو خلفية زي هذه مثلا، أو خلفية زي هذه مثلا، خلفية رسمية شوية، أو ممكن أحط خلفية هنا جميلة جدا اللي هي عبارة عن مكتبة. هذه أيضا خلفية، هذه خلفية، هذه خلفية أخرى عبارة عن مكتبة وكذا. طبعا بتحجب أي أشخاص يمروا من خلفك في أثناء الاجتماع أو كذا. هذا والله الموفق، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وشكرا لكم.